بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل الطاهرين. هؤلاء الإخوة الشباب يجب أن يعرفوا أن بإمكانهم التغيير، لكن إذا وفروا في أنفسهم مقومات التغيير. الإنسان إذا وفر في نفسه مقومات التغيير يتمكن من التغيير. إذا ما وفر، أكو في الأحاديث، ليس الأمر بالتمني ولا بالتظني، يعني أظن أتمنى، وفي آية من القرآن الحكيم ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. نحن غالبا نعيش على التمني ونعيش على التظني، والذي نهي عنهما في القرآن الحكيم وفي الروايات. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول: إن يتبعون إلا الظن. في آية ثالثة: إن الظن لا يغني من الحق شيئا. من يجب أن يغير وضع المسلمين المتردي؟ الآن 1500 مليون مسلم في إسار، يعيشون أسراء. نحن سامعين فرد 1000 إنسان أسير، 4000 إنسان أسير، 100,000 إنسان أسير، أما السامعين في العالم 1500 مليون أسير يعيشون في كمال الذل والأسر والمطاردة والهوان، وفي كمال التأخر. من السبب؟ هم. من يتمكن من التغيير؟ أنتم إذا عملتم، رجالا ونساء لا فرق. أنقل لكم قصتين صغيرتين، لأن أنا تقريبا رأيت شيئا من الإسلام قبل 50 سنة، الأصح أن أقول رأيت شيء من الإسلام مو شيء من الإسلام. الصلاة والصوم والحج هذا موجود حتى في لندن وحتى في إسرائيل. لعل قسم منكم سامعين راديو إسرائيل يوم عيد الأضحى ويوم عيد الفطر يهنئوا المسلمين، نفس الراديو، ويقام صلاة الجمعة هنا في داخل إسرائيل وينشرونه على الهواء. هذا موجود، صلاة موجودة، صوم موجود، تريد تخمس كل أحد مو مانع عندك، حتى في تل أبيب روح خمس أكو مانع، حتى في لندن، حتى في واشنطن، حتى في بون، فذن يكون كل موجودة. أما الإسلام الذي جاء به رسول الله والذي نسخ في البلاد الإسلامية، أنا شيء قليل منه شفت قبل 50 سنة. الآن أمثل لكم مثالات، مو أريد أنا أستوعب في المثال، وإنما مثيلات حتى أن الإسلام والمسلمين بحاجة إلى التغيير. وغيروا في أيام أنا قبل 50 سنة كانوا يذهبون إلى الحج بلا جواز، أبدا جواز ما كان في أيامي هذا. صبح أشوفه في طهران، مع الساعة ما أشوفه في طهران، أين ذهب؟ يقول راح إلى قوم. أكو هذا؟ الصبح كنا نشوف في النجف، ظهر مو موجود، أين ذهب؟ يقولون راح للحج، ركب سيارة وراح، أو ركب بعيرة وراح. ما كان لا جواز، لا هوية، لا جنسية، لا صدوري، لا ورودي، لا فلوس،
حبس الشكل، هذا ما كان من الإسلام. الآن شنو؟ الآن ألف سد وسد، الحدود والجمارك والويزاءات والجوازات، وقت لا تدخل وقت لا تخرج، وهذا ممنوع، فلوس روح دب بالبنك، في كل بلاد الإسلام. يعني الإسلام شنو؟ طار. أنا أقول لك، كانوا يأتون من نجف وكربلاء إلى خراسان نفس الشيء. واذكر أنا كان مجيئهم إلى الحج رواحا ومجيئا 9 دنانير عراقي، ورواحهم إلى خراسان رواحا ورجوعا 10 دنانير. أنا أذكر هذا الشيء وأنا شايف سيارات قبل 50 سنة. الآن صنعوا في العراق صدام، وفي فلان مكان حدام، وفي فلان مكان ردام، وملاء الاستعمار حطموا الاستعمار. وإلا بلاد الإسلام في قانون الإسلام بلد واحد، والمسلمون أمة واحدة. أنا أذكر هذا الشيء بمثال ثاني، لأن كل مثال يحتاج إلى فرد تفصيل، بس كنماذج وعينات أذكر الإخوة. الأرض الرسول أباحها لكل الناس. في الحديث أكو أن الرسول صعد المنبر وقال: أيها المسلمون، عادي الأرض لله ولرسوله. عادي يعني الأرض العادية، الأرض عادي الأرض لله ولرسوله، ثم إنها لكم مني أيها المسلمون. فقال المسلم. وفي حديث آخر الرسول قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ولما قال الرسول هذا فوق المنبر الكلام الأول، المسلمون وقعوا في الأراضي، لأن قانون الفرس والروم قبل الإسلام كان يمنع هذا الشيء ويقول الأرض للدولة. المسلمون وقعوا في الأراضي، يعمرون، يزرعون، يبنون، يحفرون أبار، يحفرون أنهر، ينصبون معامل، معامل بدائية مثل طواحين وما أشبه. هذا القانون موجود في العالم الإسلامي الآن. وأنا أذكر هذا الشيء وقت اللي أراضي كانت لله ولمن عمرها. بس أمثل لكم قصة. في إحدى القرى في كربلاء، والآن صارت جزء كربلاء، هذه القرية أسست بنفس هذا الترتيب. شلون؟ الحكومة، هذه القصة قبل 45 سنة، الحكومة باعت الأراضي، كل متر 4 فلوس. 4 فلوس يعني ايش كثر؟ يعني 4 أقراص خبز، لأن خبز كان بفلس. قسم من أصدقائنا اشتروا من الحكومة الأراضي 200 متر ب 800 فلس. 800 فلس يعني ايش؟ يعني 800 قرصة خبز، حتى تعرفون القوة الشرائية للفلس. الخطباء صاحوا فوق المنبر: شنو هالحكومة الكافرة؟ يعني كانت شوية حريات العراق، تبيع الأراضي؟ أراضي لله ولمن عمرها. الرسول يقول، وهذا ضد حديث الرسول، 4 فلوس كان يبيع الحكومة المسكينة. بس هسه لازم تطلع تلك الحكومة وتشوف أراضي المسلمين شنو صارت. كانوا يعمرون الأرض مجان. الحكومة لما باعت الأراضي كل متر 4 فلوس، الخطباء صاحوا وناحوا وسب الحكومة: أي حكومة هذه الكافرة التي تبيع الأراضي على خلاف حديث رسول الله؟ أذكر توفيت جدتي أنا قبل 55 سنة، أنا الطفل 3 سنوات 4 سنوات عمري ذاك الوقت. قصة أخرى، هاي مال نجر، القصة الأولى مال كربلاء. كان ذهبنا ودفناه، الأرض كانت مباحة، أما ميت كم تجي تلفنا لازم تأخذ فلوس الحكومة وتعطي فلوس أنت صاحب الميت. ما قلناش يعني أنا أذكر هالمثل الإسلامية، مو أنهما قبل 100 سنة.
الضرائب ما كانت في العراق إلا ضريبتين، هذا كان حرام، لأن ضرائب ما كانت في الإسلام، خمس زكاة جزية خراج. قبل 50 سنة استأجرنا دار في النجف الأشرف، والدي استأجر الله يرحمه. هذه الدار الأراضي في النجف يعني البيوت كانوا يأخذون منه ضريبتين فقط، ضريبة باللغة التركية تسمى ورقو، وضريبة كانت تسمى كناسي. ضريبة ورقو عبارة عن أن أرض العراق حيث أنها مفتوحة العنوة، الحكومة تأخذ من مفتوحة العنوة الفلوس الصغيرة، شكثر كل دار بالسنة 75 فلس، يعني معادل 75 خبز ورصة خبز. هذا ورقو. الكناسي كان شنو؟ يكنسون البلدية، تكنس الشوارع، كانوا يأخذون من كل بيت بالسنة نصف روبية، يعني ما يعادل 35 قرصة خبز. والنصف البيوت أيضا مستثنى، البيت اللي للعالم، البيت الموقوفة، المسجد، المدرسة الحسينية، المكتب، هذا من المستثنات. من جملة البيت هنا كانت مستثنى أنا أذكر، معلية، لأن بيت عالم كان والدي الله يرحمه، ولو مو عالم كبير ذاك اليوم قبل 50 سنة، لكن عالم كان مستثنى البيت. ضريبة مكر، لأن الرسول لم يجعل الضريبة إلا الخمس والزكاة والجزية والخراج وانتهى كل شيء، وباقي حتى يأخذ منك فلس غاص هذا حرام، هذا قانون الرسول خلص. إذن اللي أنا أذكر هنا مثال آخر أجيب لكم، لأن أنا أبي ألف مثال ولعله أكثر ولعله أقل. كان عندنا قريب من كربلاء، فرد مكان على 4 فراسخ من كربلاء، أكو مكان تسمى بالسدة الهندية، شط فرات، فرات قسم منكم شايفين، فرات نهر وسيع، فكان منصوب على هذا الفرات سد يسمى بالسدة الهندية، شط طويل. هذا السد أسماك في أوقاتها مثل ربيع أو خريف وقت السمك، الأسماك تأتي وتكثر هنا حول السد، لعله كيلو متر أكو سمك. في أيام الإسلام اللي أنا أذكره السمك كان مباح لمن؟ لكل إنسان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به. فكانوا يصيدون الأسماك من السد الهندية من هذا الجانب من كربلاء، أو يصيدون السمك من الطويريج، أكو قرية في هذا الجانب من كربلاء، يجيبوا إلى كربلاء. وأنا كنت أشتري سمك اسمه قبل 45 سنة، ما أشبه لحم، كان كل كيلو 6 فلوس، يعني 6 أقراص خبز يعادل كيلو لحم. السمك كان رخيص، أرخص نصف. لماذا السمك رخيص؟ لأن السمك ما يحتاج إلى تربية ورعاية وطلي ورواح ونجي، يحصلوا من السمك ويجيبوا، يصيروا من الماء نهر أو البحر ويجيبوا، نشتري سمك طازج يقطر أذنه دما، لأن علامة أن السمك طازج أن يقطر أذنه دم، لكن قسم منكم تعرفون هذا الشيء. فكنا نشتري سمك هالكبرى 15 فلس، يعني معادل 15 خبز، لأن كان أرخص من اللحم، لحم كيلو 24 فلس، بينما السمك كل كيلو 10 فلوس 15 فلس، أسماك كبيرة كنا نشتري. هذا كان حسب قانون الإسلام الذي أذكره أنا: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، قانون الإسلام وضعه الرسول. بعد ذلك جاء فرد لعين اسمه عبد الكريم قاسم، عميل بريطانيا، كان هذا منع صيد السمك. السمك لمن؟ للحكومة، يعني نقض حكم الإسلام وأوقف على السد الهندية. أنا أذكر شرطة ممنوع صيد السمك،
وإذا صاد إنسان للسمك يرمى بالرصاص، يعني لها الحد، يعني مو يسجنه، رمي بالرصاص وتشد إلى جهنم في قانون القاسمي الغربي. فالأسماك فرد مرة قفز السمك من فرد السمك 15 فلس و 10 فلوس إلى 250 فلس إلى ربع دينار، ناس ما كانوا يستعملوا. وهل أسماك كانت إنسان وقت اللي يمر على السد الهندية يشوف الأسماك إلى كيلو متر أسماك على الظلماء ممنوع؟ يا ليت الحكومة تأخذه، الحكومة ما تأخذه، تروح هذه الأسماك إلى شط العرب ومن شط العرب إلى البحر. لماذا هذا الشيء؟ حتى اللحم من الخارج يجيبه. الآن كم بلد من بلادنا هالشكل؟ ممنوع حقل الدواجن حتى اللحم من خارج يجيبون، ممنوع صيد السمك حتى السمك من الخارج يجيبون، وممنوع وممنوع وممنوع. هذا الإسلام اللي أنا رأيته وأنا بقايا. أنا عندي كتاب صغير إن شاء الله إذا صار عندكم وقت طلعوا هذا الكتاب، اسمه بقايا حضارة الإسلام كما رأيت، ذكرت في بعض هالقصص. بقايا حضارة الإسلام كما رأيت، أنا رأيت قبل 50 سنة، هذه اللي الآن نقلت لكم فرد عينة من القصص. إسلام صلاة صوم حاج تطي خمس تقرأ الحسين قراية في لندن أكو في نيويورك أكو. إسلام كنظام اقتصادي، كنظام اجتماعي، كنظام تربوي، كنظام سياسي مراح. يجب علينا أن نعيد هذا الإسلام، هذا الإسلام أنتو شباب وأربعة أيام بعد شيوختو. الشعر يقول شباب وشيب وافتقار وثروة فلله هذا الدهر كيف يقلب. الشعر الآخر يقول فتراكبوا خيل الشباب، اركضوا اركضوا تراكبوا، يعني مسابقة في الركض، أخذ من الآية المباركة سابقوا مسابقة. يعني أنت إذا تركض وحدك ما تركض الزين مهما كان عندك من عزيمة وهمة، أما إذا تراكمت صرت مسابقة كل واحد يركض أكثر من الآخر. فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد، يستردون عيونكم تشوف بعض، إذانكم ما تسمع بعض، لسانكم ما يتكلم بعض، رجلكم ما تمشي بعض، يدكم ما تطفش بعض، ما تألف بعض. فتراكبوا خيل الشباب وحاذروا أن تسترد فإنهن عواري. عيني شنو عارية؟ أذني شنو عارية؟ لسانك شنو عارية؟ يدك شنو عارية؟ رجلك شنو عارية؟ لأن عواري عارية فالجوم يطوب بعدين يأخذون منك. أنتوا بصلاتكم شباب اركضوا لأجل هذا الشيء. إذا قالوا لكم ابن الحسينية قولوا زين من ابن الحسينية لكن يريد الإسلام. إذا قالوا لكم اكتبوا ألفوا كتاب قولوا كلش عالنا ألف كتاب لكن يريد الإسلام. إذا قالوا لكم ادرسوا بلغوا اصنعوا مدرسة قولوا كلش عال لكن يريد الإسلام، لأن ذاك الإسلام كان اللي صعد المسلمين. والرسول قال الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، مو إسلام الصوم والصلاة فقط، صوم والصلاة صحيح، وإلا في زمان يزيد صوم والصلاة كان شان أن يزيد كان يمنع الصلاة؟ أبدا ما كان يزيد يمنع الصلاة، أحد ما قال أن يزيد كان يمنع الصلاة. سامعين أن يزيد كان يمنع الحج وحدود جغرافية مسوي في بلاد الإسلامية؟ أبدا هذا ما قال. إمام الحسين لماذا أثار؟ لواقع الإسلام ثار، لروح الإسلام ثار. هذا الروح اللي الآن في البلاد الإسلامية سعقد وراحت، وحتى الناس من يقولون أنتوا خطباء كلكم في المستقبل أو هسه تروحون فوق المنبر تتكلمون عن الصلاة عن الصوم عن الصدق عن الأمانة عن الوفاء عن الحياء،
عن الغيرة، عن الزواج، عن المسجد، عن المدرسة، عن الحسينية، عن المكتبة. أما تتكلمون لماذا الأراضي هالشكل صارت؟ لماذا الحريات الإسلامية كلها سحقت؟ عندي كتابان إن شاء الله طالعوهما، السبيل إلى أنهاض المسلمين والصياغة الجديدة. أنا قسم من هالأشياء أودعتها في هذين الكتابين، غير بقايا حضارة الإسلام الذي ذكرته، كتاب صغير ذاك بقايا. وإذا أردت أنا أن أنقل ما رأيته في زمان شيء الإسلام يصير كتاب هذا الضخام اللي أنا شفته. إتوا صفتكم شباب وحياتكم بسرعة تنقضي، صيروا أصحاب ألسنة، قولوا هالأشياء فوق المنابر في المؤتمرات في الاجتماعات، صيروا أصحاب أقلام. أفترض 10,000 كتاب ألفوا إتوا 10,000، تتمكنون أن تؤلفوا 10,000 كتاب؟ نعم تتمكنون. أنا أذكر قبل قومية العربية التي جاء بها الغرب، قبل القومية العربية المؤمنون كانوا إخوة، المسلمون كانوا إخوة. أنا أذكر كيف ألوف الكتب كتبوا عملاء الغرب حتى صنعوا القومية العربية. أنا أذكر. فإذا القومية العربية تحتاج إلى ألوف الكتب بمئات الملايين من النسخ، إعادة الإسلام ما يحتاج إلى هذا الشيء؟ إعادة الإسلام تحتاج إلى ألوف الكتب، أقل تقدير في ضمن مليار ونصف نسخة، مليار ونصف مليون نسخة. أبسوا شباب، يوم القيامة كل واحد منكم يجيبكم، قل فلله الحجة البالغة. يجيبون هذا الأخ أحمد وهذا الأخ حسن وهذا الأخ محمد وهذا الأخ جعفر، وكل واحد والله عنده وقته في القيامة. تجيبون مش كنت عند وقت الله، محكمة الله، في يوم كان مقداره 50,000 سنة يجيبك لك، وعندك وقت أيضا. ثم أمال الله تعالى مقلنين، ملائكة عدد الرمل والحصى والتراب الله عده يجيبك لك، يقولون يا شيخ أحمد، يا شيخ حسن، يا شيخ جعفر، يا سيد محمد، يا سيد باقر، يا سيد صادق، رأيت هذه الأشياء وسمعت قول رسول الله إذا ظهرت البدع في أمتي فعلى العالم أن يظهر علمه وإلا فعليه لعنة الله. سمعت هذا الشيء؟ نعم سمعت. شنو سويت؟ ألفت فرد 500 كتاب، فرد 200 كتاب لفوائد المسلمين. الآن أكون مرأة في العالم الغربي، ولعل قسم منكم يحفظون اسمها، مرأة مثل هالأخوات، 600 مليون كتاب نسخ، يعني من كتبها منتشرة في العالم 600 مليون، يجيبوها أيضا يقولوا هاي مرأة وأنت رجل. لماذا تمكنت من 600 مليون نسخة كتاب وأنت ما تمكنت حتى من 100 مليون، حتى من 50 مليون؟ ما تمكنت أو تعاجزت؟ قل فلله الحجة البالغة. يجيبوك إليك وفرد خطيب مشهور، يقولون هذا الخطيب كان يصعد المنبر وفرد 10,000 إنسان يجلسون تحت منبره، 100,000 إنسان يجلسون تحت منبره، أنت لماذا لا؟ قل فلله الحجة البالغة. في آية أخرى الله سبحانه وتعالى يقول يومئذ يبلس المجرمون، يعني ما عاد الجواب. يبلس يعني ما عاد الجواب. إبليس يسمى إبليس لأنه مأيوس عن رحمة الله وعن الخير، ما عاد الجواب، مأيوس. لتخلوا شباب قوم تروح اعتباط، قووا اخلاقكم، قووا تقواكم، قووا علمكم، قووا قلمكم، قووا بيانكم، واهدفوا هذه النتيجة.
قلما لسانا اجتماعا افتراقا حتى 1500 مليون مسلم نخرجهم من الذل ومن الأسر ومن الاستعباد ومن القوانين الكافرة المنصب عليهم في بلادهم صبا حتى نخرجهم. إن عملتوا فزتوا بخير الدنيا والآخرة، وإن ما عملتوا دنيا هالشكل وآخرة أسوأ. لماذا آخرة أسوأ؟ حديث أكو كلكم سامعين الحديث، من لا معاش له لا معاد له. معاش مو بما أكل فقط، رواحك، مجيئك، بناءك، حدمك، زواجك، كل يسمى معاش، يعني الذي تعيشه المعاش اسمه. إذا ما عندك معاش ما عندك معنى. قووا علمكم، تقواكم، حسن أخلاقكم، قلمكم، بيانكم، واهدفوا هذا الهدف الذي ذكرناه، إعادة حكم الإسلام. الحدود الجغرافية تسقط، البلد الإسلامي يصبح بلد واحد، فيها انتخابات حرة، على رأسها شورى المرجعية، الأخوة الإسلامية ترجع، إنما المؤمنون إخوة، الحريات الإسلامية تنزل. هاي معنى الإسلام. لكن نشوف الشيء آخر، هذين الخمسة وهذا الهدف وهذه كلمتنا الأخيرة. دائما كونوا في ذكر الله، في الارتباط بالله، في الاستمداد من الله. اذكروني اذكركم، في المدرسة، في المسجد، في الحسينية، في المكتبة، في الطائرة، في البحر، اي مكان اللي كنت، نصف الليل، وقت النهار، اذكروني اذكركم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. هذا صحيح، ما هذا روتين، مو يا الله يا الله يسمون بعد القسم من كلمات، واقع من كل قلبك، من كل قلبك يعمل هذا العمل. الإمام السجاد جاء إلى المكة، شاف جماعة من الزهاد والعباد الكاذبين الصوريين، هذول يدعون الله سبحانه وتعالى حتى ينزل عليهم المطر، لأنه صار قحط ومطر ما ينزل. الإمام السجاد إجي راد يضربهم، هذول كذبة، ليش تشوفوا صورهم؟ لأن كثيرا ما إنسان يخدع بالصورة. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسامكم. الإمام السجاد إجي صلى ركعتين، وضع وجهه على الأرض وقال: إلهي بحقي عليك إلا ما سقيت هؤلاء. المطر فورا أخذ الذهب حتى يريهم الله ما يحبكم، أنتم كذبة ولو لباس صادق. ارتباط بالله هذا المنجي، هذا المنجح. مثل ارتباط الكهرباء بالماكنة، هذا الواقع. إذا ما في ارتباط، فرد 1000 مرة دق هذا المفتاح ماله، مفتاح ارتباط ماكو. لازم ارتباطك يكون بالله واقعي، وهذا لازم تنمي في نفسك الارتباط بالله ارتباطا واقعيا. نمي في نفسك كل شيء اطلبه من الله. اكو في الاحاديث: حتى اطلب الملحة العجين من الله. شال عندك عجين خلص ملح ماكو، يا الله أرسل علينا الملح. الله يرسل، مو الله يرسل علينا السقف ينزل، لا، واحد يدب باب بيتك ويطلق الملح. أحد الأصدقاء قبل أسبوع عندي، هو عضو مؤسسة في قم، هو قال لي على أنه هو إنسان طيب، يعني الله هالشكل يرسل، يقول على أنه أنا مؤسستي كانت مقروضة نحتاج إلى فلوس، يعني مجمل كلامه. فتوسلت بالله تعالى، قلت: يا الله تدري هاي المؤسسة لك مو لنا، واحتاج لها 1,000,000 تومان، هيا لي 1,000,000 تومان.
يقول من الصدف وقع في قلبي أروح إلى أصفهان. قبل أسبوع أنقل هذه القصة. من الصدف وقع في قلبي أروح إلى أصفهان. هو فصل تفصيل كبير أنا ألخصه. يقول واحد إلى أصفهان. أنا قاعد فرد واحد خبرني أريد أشوفه. يقول ما أعرفه أنا. يقول أجل في بيتي أتعجب هذا شنو يريد مني، لأن هيكل مو هيكل غني، هيكل فقير. أجل سلم وقعد وكذا وشي سأل أحوال مؤسس. يقول مؤسسي معروف في أصفهان، مو يعني شيء. قال سيدنا أنا أريد أعطيك 1,000,000 تومان من مؤسستك. يقول أنا أصلا انبهرت أتعجب هذا أدي 1,000,000 تومان أصلا. قال لي أنا أدي ثلث أريد، يعني أنا شايب وجاء أروح. يقول سلمني 1,000,000 تومان. الله ما ينزل عليك من السقف. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة، يا شباب لا تنسون احفظوا من القرآن ومن نهج البلاغة ومن الصحيفة السجادية كل ما أكثر أحسن، كل ما أكثر أحسن. الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة يقول: فلما عرف الله منا الصدق أنزل علينا النصر. لما رأنا الله صادقين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الإنسان لازم يكون صادق، العلم، التقوى، الأخلاق، القلم، البيان، وكلها تصرف في سبيل إعادة حكم الله في الأرض. الأمر الأخير: تسلحوا بذكر الله على طول الخط والارتباط بالله في ليلكم في نهاركم في كل مكان، كل مكان. والعياذ بالله سجود، من يخلصك؟ هو الله. من يقدر على تخليصك؟ هو الله. في القرآن الحكيم الله يقول: وهو القاهر فوق عباده. الله أكبر وأقدر من كل قادر. ويرسل عليكم حفظة. في آية أخرى الله تعالى يقول: وهو شديد المحال. شديد الحول الله، يعني الله بمجرد أن يريد يحوله فورا يحوله. كل ما نعمة عد له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. كل شيء بيد الله. فاستعينوا بالله وتوكلوا على الله واذكروا الله وارهطوا قلوبكم بالله، ودائما كونوا في ذكر الله واجتنبوا معاصي الله، وتسلحوا بالتقوى والأخلاق الطيبة والعلم والقلم والبيان. شوفوا تنجحون أو ما تنجحون. ومن قال بعد 5 سنوات بعد 10 سنوات ما رأينا نحن الدولة الإسلامية الواحدة القائمة 3,500,000,000؟ من يقول له؟ الله ما وعدنا في القرآن: إن تنصر الله ينصركم. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.